بصي المرة اللي فاتت احنا ختمنا بإيه فاكرين؟ الأبواب. ختمنا احنا أخدنا السبع ختوم صح؟ ختمنا آخر حاجة بالختم السابع، وقلنا لما نختم الختم السابع ظهر سبع ملايكة، كل ملاك فيهم ماسك إيه؟ روح براب، يعني معانا دلوقتي سبع ملايكة بسبع إيه؟ أبواب. اول لما اتفتح الختم السابع حصل سكون في السماء حوالي نص ساعه، معناها ان في احداث مهيبه هتحصل. بعد كده بدا يظهر سبع ملائكه، كل ملاك فيهم ماسك بوق. الابواق دي عباره عن فترات في حياتنا، بتيجي في حياتنا كل فتره فيها بتقول ان ده انذار، يعني انذارات كده من ربنا ان خلاص نهايه الزمان ايه قرب. تمام. اول لما بوق الملاك الاول، كل احنا قلنا كل بوق فتره من حياتنا فيها انذار. تمام. اول لما بوق الملاك الاول نزل من السماء برد ونار مخبوطين بدم، اول لما نزلوا حرقوا ثلث الاشجار وكل عشب اخضر. الانذار ده بيرمز ان في فتره في حياه الانسان هتيجي هتضر الاشجار والعشب الاخضر، اللي هتضر ابسط احتياجاته اللي هي الاكل والشرب، المواد الغذائيه بتاعت الانسان او لقمه العيش، يعني بمعنى اصح هيبقى الانسان صعب جدا انه يحصل ايه عليها. والفتره دي هتبقى اول انذار من ربنا ان خلاص النهايه بدات ايه تقرب. تمام. في تفسير تاني بيقول ان طولت الاشجار هتتحرق. الاشجار دي اللي هي ليها جذور، يعني المؤمنين اللي ثابتين في جزء منهم هيسقط، وكل عشب اخضر يعني كل حد مش ثابت في الايمان بجذر، كل ده ايه هيتحرق في الوقت ده. طيب لما بوظ الملاك التاني بالبوق التاني في جبل متقد بالنار، الجبل ده وقع في البحر، فتلت البحر اتحول لدم وتلت الخرايب وتلت السفن. عايزين بس نشوف ايه التلت ده عشان هنسمعه كتير الفترة الجاية. تلت ده معناها ان من عدل ربنا ان في جزء من البشر لازم يتعبوا، بس من رحمة ربنا ان الغضب او العقاب ده هيجي على التلت، لكن التلتين اللي هم الجزء الاكبر ليهم فرصه ان هم ايه يرجعوا يتوبوا. خلاص. يبقى من عدل ربنا ان العقاب يتطبق، من رحمته ان العقاب ده يتطبق على التلت اللي هو الجزء الايه القليل. طيب قلنا البوق الثاني جبل متقد بالنار اترمى في البحر، تلت البحر اتحول لدم وتلت الخلائق وتلت السفن. دي معناها ان دي فتره الانسان هيستعبد فيها، سواء بقى من رئيس او من دوله قياديه او ان الفتره دي هيبقى الانسان مستعبد فيها. السفن هلكت. السفن دي رمز للاتصال بين البشر، ان المحبه ما بين البشر والاتصال ما بينهم وبين بعض هيبتدي ان هو ايه يقل. الانسان هيبقى مشغول بانانيته جدا، مش هيفكر بقى في صله الدم بينه وبين اللي حواليه خالص، هيبقى كل همه نفسه بس. تمام. طيب لما بوق البوق الثالث في كوكب عظيم سقط من السماء، سقط على الانهار خلى الانهار كلها مره. الكوكب ده قلنا احنا فاكرين مره فاتت قلنا الكوكب بيرمز لايه؟ الكوكب بيرمز لايه؟ الكوكب بيرمز لقيادات دينيه كبيره او حد يعني ليه مركز ديني كبير. القيادات الدينيه الكبيره دي اللي احنا بنشوفها ان هي قيادات دينيه كبيره في الكنيسه، الناس دي هتسقط هتنحرف. هتنحرف بايه بقى؟ بتعاليم غريبه، هيبداوا يقولوا تعاليم غريبه غير اللي احنا اتعودنا عليها. التعاليم دي هتيجي في الانهار هتخلي الانهار مره، يعني احنا التعاليم اللي احنا بندوقها هتبقى مره ليه؟ بالظبط، لانها مليانه هرطقات وبدع غير التعاليم اللي احنا اتعودنا عليها قبل كده. والكوكب ده اسمه افسنتين، رمز للايه؟ الافسنتين بيرمز ايه على طول؟ الافسنتين اللي هو عشب كده مر جدا اللي احنا بنقولها في المراسي ارميه فاكرينها؟ ماشي. الافسنتين ده عشب مر جدا، ف بيقول ان المايه هتتحول لمرار كده، يعني كل التعاليم اللي احنا هناخدها دلوقتي ده تبقى كلها ايه مره لانها مليانه بدعه. طيب البوق الرابع حصل فيه ثلاث حاجات، تلت الشمس وتلت القمر وتلت النجوم ضلمه. الشمس رمز لمين؟ لا، الشمس رمز للسيد المسيح، القمر دايما رمز للكنيسة، النجوم رمز للناس. لما تلت كل واحد يضلم معناها الشمس هتضلم، مش معناها ان يعني السيد المسيح هيضلم، لكن معناها ان الجزء كبير من الهرطقات والبدع دي هتطول السيد المسيح نفسه، الناس هتبدأ تتعلم.
الناس هتبدا تستقل بشركه التلميسه وجنبتها. النجوم هتظلم يعني ناس كتيره جدا هيبدا ان هم يمشوا ورا المرتقات والكلام ده جزء كبير منهم ايه هيصل. خلاص دول اول اربع ايه احنا عشناهم ولا لا عشناهم. طيب بعد كده قبل ما الملاك الخامس يبوظ ظهر ملاك كده طاير في السماء معاه غير اللي ماسكين الابواب ده واحد تاني ظهر كده بيقول ويل 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 للساكنين على الارض من اجل بقيه الابواب الثلاثه بقي المزمعين ان يبوظوا. يعني معناها ان الثلاث ابواب اللي جايه ايه ايام صعبه جدا. طيب بعد كده بوق احنا كده في الجيش الملاك الخامس فطلع كده ملاك معاه مفتاح. المفتاح ده بيقول ان هو مفتاح بئر الهاويه مفتاح بئر الهاويه او مفتاح باب الجحيم. فتسمح للملاك ده ان هو يفتح بالمفتاح بئر الايه الهاويه. اول لما اتفتح بئر الهاويه ده طلع جراد اسراب جراد كده بالملايين. الوصف الجراد ده اخذ في الكتاب المقدس اصحاح كامل بيقول ان هي عامله زي الخيل مهيئه للحرب ليها اكاليل لدغتها زي لدغه العقرب السام ليها شعر زي شعر النساء اسنانها كالاسود. يعني ليها وصف بيدل ان الحرب دي هتبقى قويه جدا. الاباء فسروها من وصف الجراد يعني ان دي هتبقى الحرب الماديه اللي العالم هيعيشها. يعني العالم هيبقى مشغول بقى بالطرف والفلوس والزهد في المعيشه والحاجات دي كلها. هيبقى الانسان هو ده اللي منشغل بيها بقى ده شغل الشارع اللي هو عايز ايه يتجوش ويبني في العالم هيبقى مشغول جدا بالعالم اللي فيه. تمام. طيب بعد كده بوق البوك السادس ده ربنا سمح لاربع ملائكه اللي كانوا مقيدين سمح لهم ان هم يتفكوا. هم ايه يتفكوا. ممكن يكون الملائكه دول ملائكه بجد ممكن يكونوا ملائكه اللي هم شياطين. يعني لما سمح لهم ان هم يتفكوا اول ما اتفكوا ظهر جيش عظيم جدا بيقول كان مقدس ان هو 200,000 2 مليون عدد رمزي طبعا بس يدل ان هي ايه جيوش كبيره جدا ظهرت. بيقول ان سلطانها في افواهها. يعني بيقولوا كلام بيغروا بيه ايه الناس ودي رمز ان في حروب كتيره جدا هتكون في العالم دول بقى هتكون على بعضها. ودي اللي نوه عنها السيد المسيح في لما كان بيتكلم عن نهايه الازمنه اللي هيكون فيه حروب واشباه حروب. يعني الدول كلها او العالم كله هيكون كده ايه على بعض. تمام. ده كده بوك ايه السادس. طيب قبل بقى ما يطلع البوك السابع انتوا شايفين قبل ما يظهر البوك السابع في بقى رؤيتين شافهم القديس يوحنا. كام رؤية؟ طيب رؤيتين معزيتين لان الفترة اللي فاتت كلها كانت ايه؟ صعبة. طيب حصل رؤيتين. اول رؤية شاف الملاك ده شايفينه؟ طيب شاف ملاك حواليه قصقصه حواليه راسه وشه زي وش الانسان رجليه عمودين نار رجل حاطط رجل على الارض ورجل على البحر معناها ان هو مسيطر على كل الايه الخليقه. وبعدها سمع القديس يوحنا سبع رعود. كم رعد؟ سبع رعود. وسمع صوت ربنا بيقول له اختم على الامر. يعني ايه اختم على الامر؟ يعني انت شوف واغلق على الامر ده ما تكتبوش ما سمحلوش بالكتابه حاجه احنا ما نعرفهاش. والاباء قالوا طالما ربنا قال اختموا يعني قال القديس يوحنا اختم على الامر ده او اقفله ان الانسان ما يجتهدش انه يعرف ايه ده ما يجتهدش انه يعرف القديس يوحنا شافه ايه بالظبط. تمام. خلينا نسيب الامر لحكمه ربنا يعني. خلاص ماشي معايا ماشي. والملاك ده كان ماسك في ايديه سيف صغير مفتوح. فاكرين السيف اللي شافوا السبع خطوم قلنا ان السيف ده مكتوب من ورا من قدام رمز ان في احداث كتيره ايه هتحصل. لكن السيف اللي شافه المره دي سيف صغير معناها ان الاحداث اللي جايه بقيت ايه قليله وان نهايه الزمان خلاص ايه قربت ما بقاش فيه كتير عليه. دي الظهور الاول. تمام. الظهور الثاني بقى شاف في اتنين نزلوا من السماء يقال ان هم ايليا واخنوخ وفي ناس بتقول ان هم ايليا وموسى. تمام. ايا كان يعني الناس دول الاثنين دول نزلوا من السماء ربنا شبهها
زيتونه تاني ومناره تاني، يعني هم نازلين علشان يدوا سلام في العالم، ونازلين كمان معاهم تعاليم كويسه بدل البدع والمنطقات اللي احنا كنا عاملين ايه نسمع. بس كانوا لابسين نسوح. ايه هو النسوح ده؟ لابسين مسوح يعني رمز ان هم حزنانين جدا على اللي العالم ايه وصل. خلاص ربنا قال عنهم ان هم ليهم سلطان حتى ان هم يقفلوا السماء، اي حد هيحاول ان هو يقرب منهم هيموت. لكن للاسف في وحش طلع من الهاويه وموتهم هم الاثنين. لما ماتوا فضلت جثتهم على الارض 3 ايام ونص. يعني ايه بقى 3 ايام ونص؟ دي برده مذكوره كتير. احنا عارفين ان 7 هو رقم الايه، نصه كام؟ 3 ونص. برافو. معناها ان فتره مش كامله، يعني فتره مؤقته. اول لما ماتوا وقعوا على الارض وماتوا قعدوا 3 ايام ونص محدش دفن جثتهم. الناس شمتت فيهم جدا لان هم كانوا عمالين يبكتوا ويوبخوا في الناس بسبب الهرطقات اللي هم ماشيين وراها. لكن للاسف الناس كلها ايه؟ ما عرفتهمش، رفضوا التعليم اللي هم بيقولوها. فاتفتحت السماء فجأة ودب فيهم روح وحياة وصعدوا للسماء، وحصل رعب كتير للناس لدرجة ان تلت الخلائق ماتت. ليه بقى تلت الخلائق ماتت؟ لان هما ايه؟ ما خضعوش، برافو، ما خضعوش لتعاليمهم او للتوبيخ بتاعهم. طيب يبقى كده دول الظهورين، الملاك ومين ومين؟ ايليا وايه؟ واخوه. هو التفسير الاقرب يعني هو اخوه. بعد كده بوق الملاك السابع، برافو. لما بوق الملاك السابع اتفتحت السماء، ظهر ميكل وظهر تابوت العهد وكل الاربعة شهور قسيس اللي كانوا حوالين العرش كلهم خلعوا التجان بتاعتهم وسجدوا وقالوا ربنا نشكرك ايها الاله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي ياتي. وبدأ ربنا ان هو يكافئ عبيده، يعني بيقول ان هو بيدي مكافأة لعبيده. عبيده دول بقى ذكرهم اللي هياخدوا مكافأة مين ومين؟ الانبياء القديسين. بص بقى اهم حاجة، اهم واحدة، الصفة اللي دايما بتضيع مننا، الخائفين اسمه. يعني ربنا ما ذكرش اي حد، اي حد، ما فيش المتواضع ولا اللي عنده محبة ولا اللي بيسامح الناس، ما ذكرش اي صفة غير انه هيكافئ مين؟ الخائفين اسمه. كل اللي بيخافوا من اسم مين؟ اسم ربنا. كل اللي بيعمل لاسم ربنا حساب. كل اللي لما بيجي عليه اي موقف معين او اي تصرف او اي كلمه هيقولها بيعمل حساب لمين؟ لربنا في الوقت ده. هم دول بس الوحيدين في الصفات اللي ربنا ايه؟ ذكرهم ان هم هياخدوا مكافاه في الايام الاخيره، الانبياء والقديسين الايه؟ الخائفين اسمه. قال بعدها الصغار والكبار، يعني كل الناس. بعد كده حصلت بقى برد كده وزلزله كبيره من الهيكل، وكان بيوصف بيها ان هو ده الهيكل اللي ربنا بيضم فيه ولاده واللي ربنا بيدي فيه مكافاه لعبيده. هو نفس المكان اللي ربنا بيصدر منه الاحكام بالعدل على الناس اللي ما سمعتش كلامه وما خضعتش لايه؟ لانذاراته طول الفتره اللي فاتت. تمام؟ هقولهم تاني بسرعه عشان ما نتسمعش، هنقولهم بموس بس. البق الاول اللي هي العيشه يعني هتبقى صعبه والاكل والشرب هتبقى صعب والناس كتير هتنحرف. البق التاني الحروب والاقتصاد والناس هتبقى صعب. البق التالت الهرطقات. البق الرابع الهرطقات اللي هتدور ربنا نفسه بالالحاد دي. الخامس الحروب. السادس الحروب برضه ماديه. وبعد كده السابع اللي هي لما ايه؟ لما تفهم. خلاص؟ تمام؟ صعبة؟ سهلة؟ ايه؟ لحد ما صعبة ولا سهلة؟ صعبة وسهلة؟ يعني انا حاولت ابسطها على قد ما اقدر، انا اصلا شفت حاجات عجيبة ما كنتش فاهمة حاجة.